مستشفى البلد، واللي جاي من يمة المستشفى العام يبقى جاي عكسي بيقفل الطريق رايح جاي. طب الحل؟ طبعا لازم يكون في بديل لدخله الكوبري. انت شغال في جزء الكوبري الاولاني، المفروض تفتح الجزء اليمة الثانيه اللي رايح واللي جاي، لان بيتعامل كارثتين اثنين. اللي عاوز يلف بيطلع قدام عند مدرسه الزراعه قدام برج المنوفيه، وبيخطي بيقطع طريق وبيخطي طريق، ومن يمة وطنيه من يمة المستشفى فتحوا فتحه هي طبعا التوك توك قبل العربيه بيقطع الطريق الرئيسي، وبعد ما بيقطع الطريق الرئيسي بيقوم جاي مخطي الطريق الثاني في المقابل، يعتبر بيخطي العكس. فدي مصيبه اكبر لو محمل اطفال محمل عائلات محمل كلام زي كده، الدنيا بكارثه. حضرتك لو ضيرت ادي ميكروباص واقف اهوت كده، وقف الدنيا خالص. ادي ميكروباص واقف اهوت وقف الدنيا خالص. بص لولا هو واقف وبيحرك الدنيا هتقف. الحل لازم يكون في بديل لتحت الكوبري اوسنا. سيبك من طريق شيهان وسيبك من فتح البناء، لان انا عشان اخد توك توك دلوقتي من تحت الكوبري لو معايا مريض وبخطي بيه الطريق دي مشكله. محتاج توك توك مخصوص يلف بيها اوسنا، يلف بيها من على السريع علشان يدخلني اوسنا لو رايح اشعه رايح كلام زي كده. وانت قاطع شرانيس كفور الرمل ده اللي جاي من على طريق كوبري جيهان، وبعدين زي ما انتم شايفين كده عشان الاصلاحات اللي في الكوبري العلوي، هذا الطريق واقف اهو.